المستشار النمساوي يريد فرض إثبات الدخل قبل لم شمل عائلات اللاجئين. وزير الداخلية يبحث في الدنمارك عن آلية لترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة. وزيرة الدستور تتعرض للاعتداء خلال مؤتمر مكافحة معاداة السامية. ارتفاع نفقات الحكومة الفيدرالية هذا العام إلى 29 مليار يورو. اعتقال سوري في فيينا حاول اغتصاب شابة في موقف للحافلات. موظفة في مستشفى فيينا تتلقى 150 ألف يورو عن طريق الخطأ. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. طالب المستشار النمساوي كارل نيهما بتشديد شروط لم شمل عائلات اللاجئين للحد من عدد الذين يحصلون على حق اللجوء في النمسا. ويسعى نيهما لزيادة اختبارات الحمض النووي DNA لمكافحة التزوير، لكن هذا الاقتراح لم يلقى استحسان حزب الخضر الشريك في الائتلاف، والذي اعتبره ممارسة قائمة دون تغيير فعال. ويعتزم نيهما أيضا اشتراط إثبات القدرة على الإعالة الذاتية كشرط للم شمل العائلات، مما أثار تفاعلا قانونيا وسياسيا في البلاد بين مستهجن ومؤيد. يشارك اليوم وزير الداخلية النمساوي جيرارد كارنر في مؤتمر رفيع المستوى حول الهجرة في كوبنهاغن، ويسعى من خلاله لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف كارنر لمكافحة الجريمة المنظمة في تهريب البشر ومنع الهجرة غير الشرعية، وكانت إيطاليا قد أبرمت اتفاقا مع ألبانيا لإقامة مركز للاجئين، حيث تسعى النمسا لتبني نماذج مماثلة، فيما تسعى الدنمارك لإيجاد حلول على المستوى الأوروبي. وفي الوقت نفسه يسعى كارنر وزملاؤه لوضع نماذج للتعاون مع دول ثالثة في مجال الهجرة مثل تونس. تعرضت وزيرة الشؤون الأوروبية في النمسا كارولين إتشتادلر للاعتداء من خلال مشاركتها في مؤتمر دولي حول مكافحة معاداة السامية، حيث ألقى نشطاء سائلا أحمر يشبه الدماء أمام الوزيرة. جاء ذلك خلال الفعاليات التي استضافتها الأكاديمية النمساوية للعلوم، وعبرت إتشتادلر عن شكرها لشرطة فيينا على سرعة احتواء الاعتداء وتأمين المؤتمر بحضور أمني كثيف. ويأتي الحادث في وقت تسعى فيه النمسا لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لهزيمة النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية. أعلنت وزارة المالية النمساوية عن ارتفاع نفقات الحكومة الفيدرالية في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 12.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث وصلت النفقات إلى 28.9 مليار يورو. وزادت النفقات بشكل أساسي في مجالات المناخ والطاقة والصحة، حيث تم تخصيص مبالغ إضافية للبيئة والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. ورغم الزيادة، فإن الحكومة الفيدرالية تظل في وضع مالي مستقر بفضل الزيادة الطفيفة في الإيرادات، وتعزى هذه الزيادة إلى مساهمات التأمين على البطالة وعائدات الاستثمار الإيجابية. اعتقلت الشرطة النمساوية في فيينا شابا سوريا حاول اغتصاب شابة في أحد محطات القطار في فيينا وأمام الناس، وقد تم القبض عليه بعد أقل من ساعة متسببا بصدمة للضحية. ووقعت الجريمة في وضح النهار، حيث حاول الرجل التحرش بالشابة بالقوة بعد محاولة فاشلة للتواصل معها، وقاومته الشابة بقوة وساعدها شهود العيان، مما أدى لاعتقال المشتبه به. وتم تقديم الرعاية الطبية للضحية في الموقع، وتم نقل المشتبه به إلى السجن العدلي في فيينا بتهمة محاولة الاغتصاب. تلقت موظفة في مشفى فيينا العام آكاها ما يصل إلى 150 ألف يورو في حسابها المصرفي ربيع عام 2022 عن طريق الخطأ. وكشفت صحيفة فالتر أن الخطأ ناتج عن تسجيل دفعة مالية كبيرة كتعويضا لساعات عمل إضافية تبلغ 9900 وساعة، بينما كانت الساعة الفعلية هي ساعة و41 دقيقة فقط. وقد أعادت الموظفة المبلغ، ويعزى الخطأ إلى لبس في الإدخال بإدارة الموارد البشرية
مما دفع ديوان الحسابات في فيينا إلى توجيه توصيات بتحسين الرقابة الداخلية وتطبيق مبدأ الأربعة عيون وتحديد حدود للدفعات. كانت هذه نشرتنا مشاهدينا لهذا اليوم، لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.